بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر المواقع الإلكترونية التي واكبت هذا الحدث أولا بأول في إطار جمعية نادي الشباب الرياضي لزايو، التي هذه الجمعية الفتية المنضوية تحت لواء عصبة الشرق موسم 2014-2015 سعيا لتحسين الرياضة المدينة والدفع بها والدفع بشباب زيو إلى الأمام في إطار البحث عن الطاقات والمواهب الشابة. زيو يحافل بالطاقات الشابة الرياضية الكروية، نظمت دوري مصغر كرة القدم بمنع الشرفي، تم يعني تتويج فرق مشاركة وبالإضافة إلى حفظ كريمي قدماء اتحاد زايو قدماء نهضة زايو. هذا الحفل الذي يعني أطفى حلة لهذا الدوري، ونشكر كل من ساهم في إنجاح الدوري من قريب أو من بعيد. نتمنى المزيد كرة زيو ساكنة زيو. شكرا. الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا المجهود اللي درنا، لان هذا المجهود من اجل الشباب ديال زايو والفرقه الجديده ان شاء الله اللي غادي تكون في المدينه هي سميتها شباب زايو. انه الله سبحانه وتعالى يوفقنا، لان عمل كيستنانا مشوار طويل، وحنا في هذه الوقيته جينا باش نحييو يعني كره القدم ديال زايو، لان حسنا واحد المتنافس لهذه المدينه هذه. عندنا مجموعه ديال الشباب راهم في الحقيقة راهم جالسين، لأن فرقة واحدة ما يمكنهاش باش تكفي المدينة كاملة. نطلب الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا، لأن حنا جينا باش نديروا واحد الصورة يعني في الحقيقة زوينة للمدينة، لأن حنا عندنا جوج فراقي حاليا في المدينة باش المدينة تقدر تتحمل هذا الاكتظاظ ديال اللعابة اللي كاينين في المدينة. ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا لهذا المجهود، ونشكروا جميع المسؤولين وجميع الإخوان اللي حضروا معنا، منهم مسؤولين ديال نهضة سكرافور والإخوان اللي عاونونا وساعدونا. نطلب الله سبحانه وتعالى يجازيهم. والسلام عليكم ورحمة الله. كنشكر الإخوان اللي سهروا على تنظيم هذه المباراة، في الحقيقة مبادرة طيبة بالنسبة لجمعوا الإخوان القدماء ديال الاتحاد، وكنوجوه واحد الفترة طويلة ما شفناهمش. بالنسبة للمبادرة طيبة، وكنتمناو مثل هذه المبادرة تتكرر، يكونوا لقاءات كثيرة بهذا الشكل هذا. بالنسبة للإخوان اللي تلقينا إخوان هنايا، صراحة كان الإخوان اللي ما شفتهمش خمس سنين ست سنين ما تلاقيناش، صراحة شيء جميل. ونتمناو الخير لهذه القرية هذه، ونتمناو الخير لكل الإخوان اللي سهروا على تنظيم هذه المبادرة المقابلة هذه. ونتمناو صراحة نكونوا في مستوى تنظيم هذه المسائل هذه. وفي الأخير كنشكر جميع الإخوان أصدقاء ديالنا اللي شكرا. وبالنسبة لهذا الجانب ديال الرياضة، كنظن أنه في زايو خصو اهتمام كبير، لأنه كاين شباب وكاين طاقات صغيرة اللي ممكن أنها تبرز وتلعب على أعلى مستوى. كل ما هناك هو أننا نتمناو أنه تكون اهتمام الشباب، لأنه الشباب هو في الحقيقة هو رأس مال ديال المدينة، وهو اللي غادي ينمي هذه المدينة هذه. وشكرا لك يا أخي. السلام عليكم. كنشكروا لجنة نادي الشباب بزايو لكرة القدم على هذه المبادرة الحسنة. أولا تذكير المجهودات ديال رجال الرياضة اللي دازوا هنا في المدينة، من بينهم ناس اللي في الثمانينات، نهضروا عاوتاني الناس ديال السبعينات وأواخر ديال التسعينات، من بينهم أنا وشي عناصر أخرى لعبنا نوح تاريخ قليل بالمقارنة مع هاد الناس هادو. ولكن كيشرفنا أننا هذا الجمعية دارت مبادرة وفكرت هاد الناس وفكرت المجهودات، وخا شهادة كنشوف هنا شي ناس يشوفوها بسيطة، ولكنها
تشريف لينا، لأننا أولا كيذكرونا بالتاريخ ديالنا وبالماضي ديالنا وسمعتنا للمدينة وخا من القليل وخا غير من البعيد والآخر، وشكرا. هذا الشيء اللي نقوله في هذا الصباح.